السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع البويرة لنقف على العملية نتاع الدرس والحصاد في ولاية البويرة، واللي جرت تحت إشراف وزير الفلاحة، حيث أنه ولاية البويرة عرفت أكبر حصة تاع الإنتاج نتاع الشعير حسب التراب الوطني. إذا الأرقام سوف تجدونها في هذا التقرير اللي يجي من بعد إذا العرض تاعي هذا. إذن فيه عملية كبيرة للدرس والحصاد إذن على مستوى ولاية البويرة، وللعلم أن الولاية تاع البويرة لا تستفيد من المياه الجوفية تاع العناب ألبيان كما المحيطات الفلاحية في الجنوب الجزائري، ففيه برامج تكميلية تاع السقي بواسطة الآبار إضافة إلى الأمطار التي هي الأمطار في حد ذاتها غير مضمونة ولا يجب الاتكال عليها، لازم تكون فيه برامج تكميلية، وهذا هو ما جرى في الولايات نتاع الشمالية، وإحنا هنيئا لنا بهذا الإنتاج الوفير من مادة الشاعر الآن ولاية البليدة تحت المرتبة الأولى وطنيا. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول هذه الحملة تاع افتتاح الحملة تاع الحصاد على مستوى ولاية البويرة. نترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم. على امتداد مساحات زراعية شاسعة تتمايل سنابل القمح والشعير وقد حان موسم حصادها. تفخر السيدة أم الخير بهذا المحصول الوفير، تقود الحاصدة في الضاحية، هذا عام خير تحقق فيه البويرة المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الشعير. أنا غاسل قمح، فارينا شعير، ونحمص الله يبارك. عندي 56 قطع، بربي إن شاء الله سنة رعمان توجيني، يعني ما شاء الله. هذه ثمار رؤية استشرافية للدولة تتجسد عبر هذه القوافل العامرة في صحراء الجزائر، تسير تباعا لتوريد المخازن في البلاد. يصل رضوان ورفاقه في هذه اللحظات إلى تعاونية الحبوب والخضر الجافة في عين بسام. تفرغ هذه الشاحنة ربع طن من القمح الصلب، يتم تخزينه هنا في ظروف مهيئة. أنا نخدم الفلاحة لكمبان من الصحراء ومنيعة، أنا نجيبوا البويرة جدينا الغرب، الخير كاين الله يبارك. فرغت في الثروة راني جيت لهنا للبويرة، راح نسرجي منها العفر إن شاء الله لكتب ربي إن شاء الله. راني جاي من الهاشمية، الحالة هايلة، القمح كل يوم 100 قنطار تاع قمح ونجيبوها يوميا. أكثر من 1,300,000 قنطار طاقة التخزين. بالنسبة لحملة الحصاد لحد الآن رانا مستقبلين في تقريبا 600,000 قنطار من كافة المحاصيل. ترتفع مؤشرات إنتاج الحبوب إلى مستويات عليا، محصول غزير يرسم مسار الأمن الغذائي. Thank you.